اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، فقره الاحصاءات والارقام الخاصه بمباراه الثالث والرابع وايضا مباراه الدور النهائي. دكتور احمد ثابت، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام، تحياتي لحضرتك. الله يخليك. يعني دكتور احمد، اتفرجت على مباراه نيجيريا وتونس، فيها ما اعتقدش فيها حاجات كتير يعني. ايوه، هي يعني ترجمه للكلام اللي كان بيتقال يعني او للكلامنا طوال الحلقات اللي فاتت، ان تونس يمكن هي تونس حظها حلو ان طريقها كان سهل عشان كده وصلت لنص النهائي. تونس يعني تعتبر ما قدمتش الاداء الكبير على مدار البطوله، يمكن نوعا ما الاداء اتحسن شويه في المباراه الاخيره، تحديدا مباراه السنغال النهارده الاداء اقل بكتير، ولكن المدرب برضو بتاعهم ألان جريس يعني رغم ان هو بدا البطوله بشكل سيء جدا ولكن خبراته ساعدته في التحسن في المباريات الاخيره من المباراه للتانيه. ولكن يعني في لعيب في منتخب تونس هو اللي يستحق فعلا التحيه، وهاب الخزري. وهاب الخزري مفيش غيره. وهاب الخزري حتى لو شفنا ارقامه هنلاقي ان هو يمكن اكتر لعيب في منتخب تونس صنع فرص. ارقامه هنلاقي ان هو اكتر لعيب في المنتخب قدامنا على الشاشه، هو لعب 7 مباريات، هو اللعيب الوحيد او يعني يعتبر اللعيب افضل لاعب تونسي في كاس الامم الافريقيه. احرز هدف واحد في 7 مباريات، صنع هدف، اكتر من صنع فرص لزملائه في البطوله، اكتر لعيب صنع فرص في البطوله كلها وهاب الخزري 20 فرصه، اكتر من قام بمحاولات على المرمى في منتخب تونس 19 محاوله بنسبه نجاح 31.5%، واكتر لعيب في المنتخب تونس كان بيحصل على فاولات او اخطاء برضه حوالين منطقه الجزاء بياخد فاولين في الماتش الواحد. اذا وهاب الخزري هو الافضل على المستوى الرقمي وعلى المستوى الفني وعلى مستوى الاداء في منتخب تونس، هو الوحيد اللي يعتبر يستحق التحيه كبيره طبعا لمنتخب تونس. وهاب الخزري لعيب سانت تيان الفرنسي. منتخب نيجيريا دي يمكن المره الثامنه في تاريخهم اللي بيوصلوا فيها للمركز الثالث في كاس الامم الافريقيه. المره الثامنه، يمكن ايجالو النهارده بيتصدر، اللي قدامنا على الصوره ايجالو، ده احتفاله يمكن بعد الهدف. ايجالو هو بيتصدر قائمه الهدافين برصيد 5 اهداف من اول مره منذ دورات كثيره، من اول من 2010 من ايام محمد ناجي جده، ما فيش لعيب في كاس الامم جاب 10 اهداف، جاب 5 اهداف. ايجالو جاب النهارده الهدف الخامس وبيقترب من جائزه هداف كاس الامم الافريقيه. يمكن منتخب نيجيريا بصراحه منتخب قوي، منتخب عنده شخصيه في الملعب، منتخب بيجيد اللعب على التفاصيل الصغيره. كان النهارده خلصوا المباراه في اول دقيقتين بخطا استغلال خطا، ده برضو ذكاء او شخصيه. على الجانب الثاني منتخب تونس عانى من ضعف حراسه المرمى في البطوله. مشكله ان انت بتلعب المنتخب الوحيد في البطوله اللاعب عنده 3 حراس، المعز حسن وفاروق المصطفى، والنهارده معز بن شرفيه بيكمل سلسله الاخطاء. يمكن هم دخل شباكهم على مدار البطوله منتخب تونس 5 اهداف منهم 4 متسببين اهداف ذاتيه، يعني حتى النهارده يعتبر من الاهداف الذاتيه اللي هو الهدف الخطا برضه خطا غريب. فده يعني اخطاء مدافعين غريبه، اخطاء حراسه مرمى غريبه. يمكن تونس برضو على مدار كاس الامم من فتره طويله قوي يعني حوالي يعني استقبلوا اهداف كتير، يمكن هم ماتشين بس اللي خرجوا بيهم بكلين شيت، وده بياكد ان تونس عانت على المستوى الدفاعي، ولكن على المستوى الهجومي ما كانش فيهم غير وهبي الخزري. اما منتخب نيجيريا منتخب متمرس، منتخب بيلعب بيه ال 4-2-3-1، منتخب برضو تطور لما بدا يلعب بيه ايوبي كصانع العاب، لما دخل ايوبي كصانع العاب وايجالو النهارده جايب الهدف الخامس ليه وعنده اسيست يعني مساهم في 6 اهداف، وفي التصفيات كان مساهم في 7، يعني ايجالو جايب 7 اهداف في التصفيات كمان و5 يعني مساهم في 12 هدف غير الاسيست، مسجل 12 هدف مع منتخب نيجيريا، يعتبر حاليا احسن مهاجم على مستوى القاره الافريقيه ايجالو تحديدا بالاهداف اللي بيجيبها مع المنتخب سواء في التصفيات او في البطوله. ايوبي، صامويل شيكيزوي، احمد موسى. ايوبي الحقيقه يعني بعيد خالص يعني. بس قدم برضه نوعا ما احسن من يعني معدل صناعته الفرص 11 فرصه، هو مش نفس مستواه اللي مع الارسنال في كتير من الفترات، ولكن يعتبر اداء يعني جيد نوعا ما من ايوبي. لكن ويلفريد نديدي قدم بطوله كويسه جدا، لعيب الارتكاز من افضل اللاعبين في الارتكاز. وايتوبو عندهم برضه مشكله في حراسه المرمى، ان هو ساعات يبدا بدانيال اكيبي ساعات باوزوهو، دي النقطة الوحيدة اللي يمكن يعني منتخب نيجيريا انا شايفه انه منتخب قادم، يعني المنتخب ده ممكن تشوفه في كأس الأمم الجاي بينافس على اللقب، بيوصل كأس عالم، هم على طول بيوصلوا كأس عالم وبينافسوا على اللقب، فمنتخب شرس، منتخب جاي، عندهم بعض نقاط الضعف في العمق، مشكلة العمق الدفاعي، والمشكلة الثانية حراسة المرمى. يمكن احنا حافظنا منتخب نيجيريا على مدار حتى لما لعبناهم، دي مشكلتهم العمق الدفاعي ومشكلة حراسة المرمى، ولكن منتخب نيجيريا النهاردة بيتوج للمرة الثامنة، يمكن دي حاجة يعني بيستحقوا فيها التحية يعني. تمام، افضل حاجه او افضل لاعب لفت نظرك في المنتخب التونسي قلنا وهبي الخزري طبعا، وفي المنتخب النيجيري ايجالو. ايجالو طبعا، ايجالو يعني واحد من ده افضل لاعب وده افضل لاعب. افضل لاعب ان احنا نراهم بياخد افضل لاعب في البطوله واحد فيهم صعب،
لان صح. لان الافضل لاعب في البطوله هتروح لحد من النهائي اكيد لكن في ممكن يخش في التشكيله المثاليه، يعني وهاب الكازري يستحق يخش في التشكيله المثاليه ويجاله، مفيش مهاجم جاب عدد الاهداف. أيوة. يعني احنا حتى لما نعرض ارقام مهاجم هنا الجزائر والسنغال هنلاقي ان هم ضيعوا فرص كتير جدا على عكس ايجالو الميزه الوحيد، يعني انا بشيد بايجالو ليه؟ لان ايجالو الفينش بتاعه عالي قوي، ما بيروحش على الجون كتير او بيروح مثلا 7 أو 8 محاولات على مدار البطوله ولكن مسجل منهم 5، فالفينش بتاعه مميز ايجالو. تمام. طيب خلينا بقى نروح للمباراه الاهم وهي مباراه المركز الاول والمركز الثاني او